جان، كيف استوحيت هالعمل تحديداً وعامة كيف تستوحي أعمالك؟ في صور حسيتهم شوي، أنا بحب كتير أحلم، أنا ما بحب كون واقع خاصة بالفن، لأنه عايشين بواقع ما كتير حلو، خلينا نهرب على مطرح نحلم فيه نروح فيه لبعيد، فحبيت كون شوي مغاير بالإخراج، روح على نبش على صورة تحس حالك إنه يا ريت أنا واقف محله هيك فاتح إيدي هيك، واحد كأنه عم بيناجي الله وكأنه كمان عم يتذكر طفولته الحلوة، لأنه هي رحلة عمر كيف هن كانوا عم يمشوا وبعضهم عم يمشوا صحيح.